السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. احنا ثالث أيام العيد وهذول ذوي الاحتياجات الخاصة الآن في هايبر لولو هايبر بندا يعيدون ويختلطون بالمجتمع، وأنا أناشد جميع المجتمع وجميع الناس بمساعدتهم والوقوف معهم وتقديم الخدمات لهم، لأن هذول بحاجة لنا، بحاجة للوقوف معنا. أخوكم الرحال السعودي حمد الهمزاني، شكرا لكم ولمتابعتكم.